يجمع المؤرخون على أن الدولة الجزائرية الأولى تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث ظهرت مملكة نوميديا بقيادة الملك سيفاكس وغايا ثم ماسينيسا. عمل سيفاكس على فرض هيبة الدولة النوميدية وتحقيق استقرارها، فجعل منها قوة عسكرية واقتصادية، وسعى إلى إقامة علاقات خارجية مع القوى العظمى. ساهم سيفاكس بعقد أول مؤتمر دولي بالمنطقة بعاصمته سيغا بمشاركة الدول العظمى آنذاك لبحث عملية السلم والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. تمكن الملك ماسينيسا بفضل دهائه السياسي وحنكته العسكرية من توحيد مملكة نوميديا وإقامة دولة قوية بشمال إفريقيا عاصمتها سيرتا. خلال فترة حكمه التي دامت 50 سنة، تمكن ماسينيسا من إرساء نظام سياسي واقتصادي قوي، فصك العملة باسمه وشجع الزراعة وارتقى بوسائل الري واهتم بتطوير العلاقات التجارية مع الدول المجاورة. في الميدان العسكري أسس ماسينيسا جيشا قويا تجاوز تعداده 80,000 رجل، منهم 30,000 فارس، مما جعل روما وقرطاجة تضرب له ألف حساب. عملت روما على الحد من نفوذ حليفها السابق ماسينيسا، لوعيها بأن قيام دولة قوية في شمال إفريقيا يعني القضاء على أطماعها التوسعية، فكان الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا. وجد الرومان مقاومات عنيفة من النوميديين، أبرزها مقاومة الملك يوغورتا الذي حارب روما وهزمها في مواقع عديدة. نجح يوغورتا في توحيد نوميديا وقيادتها لمواجهة الجيوش الرومانية التي لم تتمكن من القضاء عليه إلا بعد استعمال أسلوب الخداع والخيانة، بتواطؤ من صهره بوكوس ملك موريتانيا الذي سلمه للرومان، فسجن بروما إلى أن مات من شدة التعذيب 104 قبل الميلاد. تواصلت مقاومة النوميديين للاحتلال الروماني، كما قاوموا فيما بعد الاحتلال الغندالي والبيزنطي.